عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النور عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا أحسن شيء إن شاء الله في الدنيا وفي خير وسعادة، وصباح النور عليكم. اليوم إن شاء الله هنعمل لكم واحد الشهيوة خفيفة، غنشارك معكم الغديوي ديالي، خفيف وسهل وبريد صيفي واقتصادي حتى هو في نفس الوقت، ونتمنى يعجبكم إن شاء الله يا ربي، ويكون عند الحسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي، وتكونوا راضيين وفرحانين، ونفرح حتى انا معكم ان شاء الله. إيه بسم الله، غنعمل لكم واحد الشليضه ديال الحمص. ها هو، نمشيو دابا للمقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الحمص مشيخ وطيب في الماء والملحه، عندي شويه ديال الابزار اللي غنعملوا الصلصيطه ديالو، عندي شويه الليمونه ونص، عندي هنايا الحمضه ونص، عندي هنايا معصرين، عندي نص العلبه ديال المايس الذره، عندي هنايا المعدنوس بوحديتو، الملحه، عندي واحد لابوكا هو كاطي، هيا واحد لابوكا كبيره ومقطعه هيدا طريفات، عندي جوج العليبات ديال التون، ها هما هنايا مصافيين طبيعيين، ما فيهم لا زيت لا خل لا حاجه طبيعيين، عندي جوج مطيشات هنايا مقطعين كبار، نص ديال البصله واللي كتعجبو البصله كثر يزيد، عندي شويه ديال الزيتون هنايا، غير عملت غير واحد الحفينه بيدي هيدا، عندي جوج بيضات هادي الشلاضه ان شاء الله اللي غنعملو ديال الحمص، وغنعمل واحد الطويجين ساهل على الخضيره بوحديتها نوريه لكم عاود، هذا طاجين اسبانيولي وغنشاركو معكم، وكيجي ساهل وخفيف وبنين حتى هو في نفس الوقت. عندي فلفله حمراء هي مقطعه بهذا الشكل هذا، وفلفله خضرة بالحق كبارين، هادو واحد الفلفلات تبارك الله سبيسيال كبارين، وعندي أربعة مطيشات مقطعين هيدا طريفات، نتوما قطعو كيما بغيتو، المهم هما هكذا، عندي شوية القزبر والمعدنوس على حسب، عندي جوج دريسات ديال الثوم حكيتهم ها هما، وهادو كنعملو لهم هادشي هذا، ومنين نكون عاد نعدلو غنكمل لكم الباقي. ودابا نمشيو بسم الله نتحضر شلاضة الحمص، ملي نساليوها نوريكم الطويجين كيفاش غنعملو ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم الاكله خفيفه ومقنعه ومشبعه وصحيه، ونتمنى يا ربي تعجبكم. بسم الله، دابا نمشيو ان شاء الله نخلطو الشلاضه، انا عندي كلشي مجد، دابا نخلطو ان شاء الله. عندي هنا قلت لكم 500 غرام ديال الحمص، كنعمل عليه شويه ديال البصله، انا كتعجبني البصله في الشلاضه بالحق، عندي ولدي ما كتعجبوش بزاف وما كنعملش بزاف، هادو جوج مطيشات مقطعين هيدا الشكل، قطعوه كما بغيتو، هذا كيبقى حسب الذوق ديال الانسان، هادو جوج عليبات ديال الطون طبيعي ما فيه لا زيت لا مخلل طبيعي، عندي هنايا القزبر ها هو بوحدو ماشي بالمعدنوس، غير القزبر شويه هيدا، اللي ما كيعجبوش ما يعملوش، الزيتون عاود كنخلي هيدا، ولابوكا هي حتى هي، هذه قطعتها كبيره شتيتو، غادي نزيد نقطع رقيقه شويه، كل واحد في الدويره ديالو يقطع على حسب اللي كيعجبو، انا عملي كنت كنزوله من العظام قطعت كما جاتني، دابا ملي كبيتها جاتني كبيره وموجده الموس، باش ملي نشوفها نقطعها باش ما تجيش كبيره بزاف، خصني شي تجي صغيره ما خصنيش تجي كبيره، جوج حاجات وسط الحجم، ها هي كتزهق كيف ما كتعرفوا كتزهق لي من يدي. جربوا هاد الشليضه، دابا الحراره الانسان ما غادي يعملش الطاجين ديال الحمص، واللي كيعجبو يعملو يعملو، هذاك الشيء كيبقى على حسب، وبالحق زعما الا بغيتي تاكل الحمص تاكلو هيدا بارد، الحمص اللوبيه، اللوبيه طلعتها واحد النوبه في الاول ديالي، هذه واحد 8 شهور باش بديت معكم، كنت طلعتها وطلبوا مني الحباب نعاودها، ما شافوهاش مزيان وقالوا لي عاود لنا، ودابا نعاودها ان شاء الله، ودابا عملت هذا الحمص، كاين هذا العدس، كاين كل شيء، خاص الانسان غير يخربق شويه ويعدل ويبدل، اللي ما غناكلوه شي في سخون ناكلوه بارد ان شاء الله. العفو نغسل يدي، ها
هاهي عندي شويه د المايس، غير نص د العليبه عملت، ما عملتش بزاف. هاهما هادو نحيدو هادو. هاد البيض عملت زوم باش نديكورار بيهم في الاخر، ولا بغيتي تقطعهم هنا قطعهم، انا غادي عين ديكورار بيهم في الاخر وغادي ناكلوهم ماشي غير الديكور. عندي الملحه، الملحه على حسب. ها هي غنعملها هنايا هي الاولانيه، وهاد نحيد هادي شويه هيدا باش تشوفوا لي هادي. انا عملت الملحه تما، هنايا كنعمل شويه د الابزار هيدا، فلفل اسود شويه اللي تقدروا عليه هكذا. كنعمل الزيت فحال ثلاثه د المغارف ديال الزيت البلديه، عيني وميزاني بالحق هيداك ثلاثه د المغرفات. الصحتر ها هي الزيت راه عندي بلديه، غنحكها هنايا ديريكت. ها هي نخلط هادو هيدا مع بعضياتهم. بغيتي تعمل الملح الزعتر كلشي تعملو هنايا عاد تخلط فيها عملو، ما كاين حتى مش بغيتي يعملو مع هيداك ديريكت وعاد عملو معملو، هادشي على حسب. الحقيقه كتجي مخلطه هيدا كتجي زويونه. دابا هادي عملتها هي الاولانيه باش نعملها في النيبيره تبرد، ومن بعد نوريها لكم في البلاطو بالتقديم ان شاء الله، حيت هيدا مخلطه كتتقل بالليمون والزيت هيدا كتتقل، ملي كنعملو ديريكت ما كتتقلش، هذاك هو الفرق اللي فيها. والصراحه هيدا كتجي هاد الصلصه هيدا احسن. دابا غنكب هيدا، ونخلط، وملي نجي نغرف من الغدا غنعوضها في البلاطو ونوريها لكم في الاخر ديالها كيفاش نية، ولكن الشكل ديالها هو هذا. عيب في التبصيل غتكون حاجه اخرى. وقيسوا الا بقى خصكم الحامض تزيدوا، الا بقى خصكم الملح زيدوا، هذاك الشيء على حسب الذوق ديال الانسان. الشلاضه الحمص هي هذه، كتجي غزاله وجربوها، وخفيفه وما كتثقلش وفيها كل شيء، تضرب طبيصل هذا وبغيتي تاكل صافي الديسير ونوض بحالك من الطبصيل وبغيتي تعمل شويه شويه عملوا شويه شويه، هذاك الشيء كلشي على حسب الانسان. هذه دابا غادي نغطيها ونعملها في الفريغو تبرد لي، ونكمل معكم البلاطو ديالي ديال الفلفل الحمر والفلفل الخضر. الشليضه ديالي عملتها تبرد، ودابا نوريكم الطويجين. انا قلت لكم شنو فيه، عندي فلفله حمراء كبيره، فلفله خضراء كبيره حتى هي، وتبارك الله كتعطي الكميه غزاله. مطيشه ها هما، عملوا اللي بغيتو، عمل ثلاثه اربعه، المطيشه كتجي غزاله معاه بصراحه. عملت جوج دريسات ديال الثوم محكوكين ها هما، عملت شويه القزبر المعدنوس ها هو. دابا غادي نعمل واحد شويه فلفل حمر، فلفل عكري ها هو، ماشي بزاف غير شي شويه، شويه ديال الابزار ها هو، صافي ما نعملهاش اللي قامه بزاف. والصحتر، الصحتر اساسي في الحاجات بحال هادو، الصحتر عمل اللي بغيتي كيجي مزيان. عندي يابس، انا قلت لكم هذا بلدي مدوخه ها هو، كيعطي البنه غزاله في الحاجه. فرق كبير اللي كنشريو في هاد الرضايم هادو هنايا، كنشريوهم رخاصين، ولكن فرق كبير مع اللي فرق واحد الفرق كبير، الريحه مع الريحه. والمليحه على حسب. ها هي هذه هنا غير الخضيره ان شاء الله يا ربي. انا عملت زيت الزيتون ها هو، عاود واحد عينك وميزانك جوج مغارف ولا ثلاثه، ما تمشي بزاف. ها هو زيت الزيتون، ودابا ان شاء الله نحرك هيدا واحد شويه. غنعمل لها نص د الكاس د العنبه د الماء، خمسه د المغارف ولا سته د المغارف د الماء، صافي ما كتعملش كثر بوركي ماطيشه كتطلق الماء. الفلفل حتى هو غير باش تخلط لي هاد الصلصيطه معاها كامله، صافي. وغادي نعملو في الفران، غنعملو في الفران حتى كيطيب. ملي كيطيب كنفقص فوق منه البيض، كيجي هائل وبنين. والحار اللي كيبغي الحار يعمل الحار، انا نسيتو صافي رانا غادي نعمل حتى الحار ان شاء الله يا ربي، واللي ما كيعجبوش يستغنى عنه. انا دابا غنعملها في الفران، ملي نكون غنفقص له البيض نوريه لكم ان شاء الله. كيجي الطويجين هائل هذا، نرافقوه مع الشليضه الحمص، الغدا مدخم صيفي واقتصادي ومدخم ان شاء الله يا ربي يعجبكم. الطويجين ديالي طاب وخرجته، ودابا عملت له البيض وغنعملو في الفران. عرضو من الفران، عرضو من الفران بالحق غير من فوق، غيباياش حيت الفران باقي سخون، غيباياش يطيبوا لي البيض من فوق. صافي ان شاء الله محضر باش ناكلوه ان شاء الله يا ربي. نتمنى يعجبكم هاد الطويجين ساهل، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. ديالي
شوف كيف كيجي، بدلت له الطاجين. عندي واحد كبير جا مشرح بزاف وانا نبدل له هذا صغير عليه شويه. ها هو طاب، ان شاء الله يعجبكم وسهل وكيجي بنين بزاف. وجربوا ان شاء الله وليكم في الميسا نوري لكم كل شيء ان شاء الله. ها الشلاضه ديالي الفينال ديالها، ها هو عندي في البلاطو مزوق. كان دهشت شنو غنقول لكم. ها هي الشلاضه ديال الحمص، الشكل النهائي ديالها هو الطويجن ديالي، ها هو امامكم الشكل النهائي ديالو. وعملت واحد شويه ديال الكفته عاود الدجاج، ها هي من بعد نوريها لكم عاود نرافقوا بها الطويجن ديالنا. ها هو شوف الطويجن كيشهي، وعيد الخضيره بالبيض والشلاضه ديال نتوما كتشوفوها. نتمنى تعجبكم يا ربي، تكون عند حسن ظنكم. الغديو ديالي خفيف، شاركته معكم بكل فرح. نتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وتكون عند حسن ظنكم. وبيسوني الحبايب وما تنسونيش وتشاركوا معايا وتشجعوني وتعملوا جيم وتكومنتارو، انا تحت الامر ديالكم ان شاء الله. اللي بغيتو انا هنا، طلبوا اللي بغيتو انا هنا تحت امركم. وشكرا بزاف 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 اللي شارك معايا جديد والقديم، واللي ماجي وبغى يشارك مرحبا به. وكنشكركم من كل قلبي من كل قلبي. وما تنساوش دخلوا لنا الفيسبوك، عندي تما القناه ديالي، عندي تما عاود، عندي في انستغرام ولا شنو كيعيطوا لك كننساها. وشوفوا مع راسكم وحكموا نتوما. انا دائما كنقول لكم انا ماشي بروفيسيونال، انا غير خدمت شويه مع النصارى وتعلمت شويه طياب المغرب، وكيعجبني الكوزينه كتعجبني دائما. كنديباني ونتمنى ان شاء الله تكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم ان شاء الله، ونتمنىكم تشجعوني. وشكرا بزاف بزاف بزاف، ونبيسوني الحبايب كاملين من كل قلبي. شكرا.